الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس،
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله سمع الله لمن حمده. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. الملك ملكك والأمر أمرك والخلق خلقك. أنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. أنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا أنت لا نحصي ثناء عليك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب. اللهم إنا نسألك أن تهزم حزب الشيطان وأولياءهم. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك وبديع صنعك يا الله. اللهم أنزل حنانك ورحمتك على المسلمين في الشام. اللهم فرج همهم. اللهم نفس كربهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم رد غائبهم. اللهم ضمد جراحهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك يا قوي يا متين. اللهم سدد رميتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم اجمع على الحق كلمتهم. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا.
يا من لا يعلم جنوده إلا هو، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، يا من لا يعلم جنوده إلا هو. سخر لأوليائك جنود السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم نكس أعلام حزب الشيطان، اللهم نكس أعلام أوليائهم، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أمن ديار المسلمين، اللهم أمن ديار المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله في النعماء والبلواء والسراء والضراء، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.